بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وأفضل حال. من أهدى مكان في الحياة، من صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، مش عارفين احنا فين. نحب نعلن لحضراتكم عن معسكر منتصف المنهج في محافظات غير محافظات الصعيد، علشان أحبابنا في كل مكان هننزل بإذن الله شباب. بنها والمنوفية بلدي والبحيرة والجيزة والزقازيق والقاهرة. بنها الثلاثاء 23/1، المنوفية بلدي الأربعاء 24/1، والبحيرة الخميس 25/1، والجيزة الجمعة 26/1، والزقازيق الأحد 28/1، وأخيرا القاهرة الثلاثاء 30/1. هننزل إن شاء الله شباب نشتغل في معسكر منتصف المنهج مع بعض، عشان نشتغل على التكاثر بشكل أساسي، وكمان نعدي على أجزاء مهمة جدا جدا في كل من الدعامة والهرمونات. ده غير إنك هتاخد كود أو كيو آر يفتح لحضرتك على المنصة كورس معسكر منتصف المنهج، اللي هيكون لامم كبسولات على المنهج بالكامل كل اللي فات، وكمان حل 4 كتب وحل أسئلة السنوات السابقة على التكاثر والهرمونات والدعامة، وحل 5 امتحانات شاملة على كل اللي فات. هسيب لكم ان شاء الله التفاصيل بتاعة الحجز تحت في التعليقات او في اول كومنت على اليوتيوب. مستنيينكم باذن الله شباب في المعسكر. سارع بالحجز، الارقام تحت في اول كومنت، والاعداد محدودة. احجز مكانك من دلوقتي علشان تكون موجود معنا ان شاء الله في معسكر منتصف المنهج. نشوفكم ان شاء الله في المعسكر، ونفرم ونفرتك كل اللي فات، تكاثر هرمونات دعامة. وانا اكيد اكيد بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.